أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 5 أبريل عام 2021 التقى صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة موظفي بلدية الفجيرة لتهنئتهم بالحصول على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو في إدارة المعرفة والابتكار والحوكمة بحضور سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة. وأكد صاحب سمو حاكم الفجيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والتميز ودعم مكانة الدولة في مجالات الإبداع في مختلف القطاعات بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل في التنمية المستدامة. وشدد سموه على ضرورة تطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية في مجال المحافظة على البيئة واستدامتها وتنفيذ الأجندة الوطنية في الدولة التي تضع الإمارات في قلب اقتصاد المعرفة العالمي. واستمع صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إلى شرح تفصيلي من مدير عام بلدية الفجيرة حول الإجراءات التي اتبعتها البلدية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية في تطبيق معايير المعرفة والابتكار والاستدامة البيئية تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة الرشيدة للارتقاء بثقافة التميز والريادة على الأصعدة كافة. من جانبه توجه المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة لدعمه الدائم للمبادرات التطويرية والإبداعية في بلدية الفجيرة التي أصبحت واحدة من أبرز الجهات الحكومية المحلية. صفحات من الماضي.